بص يا عبد، احنا هناخد 14.1 اللي هو بيتكلم على فانكشن اوف سيفرال فيرابلز، وهنا هنتكلم على فانكشن بتحتوي على اكس والواي. فانا مثلا بيبقى عندي فانكشن جي اوف اكس واي ايكوال كوزين اكس بلس واي. الجي اوف اكس واي دي يا عبد الرحمن بنسميها زد. يعني هنا عندي كام فيرابل؟ هنا عندي ثلاثه، زد واكس وواي. فاحنا بنطلع قيمه زد بدلاله مين؟ الاكس والواي. فانا بيقول لي ايفالويت جي اوف 2 ونيجاتيف 1. الاثنين دي هي قيمه الاكس، ونيجاتيف 1 هي قيمه مين؟ قيمه الواي. فهنا يبقى الاثنين دي هي قيمه الاكس، والنيجاتيف 1 هي قيمه مين؟ الواي. فالواي ايكوال نيجاتيف 1 والاكس ايكوال 2. فهنعوض عن الاكس ب 2 والواي بنيجاتيف 1، يبقى 2 ماينس 1 اهو، سوري، يبقى 2 ماينس نيجاتيف 1 في 2، يبقى 2 ماينس 2 بيساوي كام؟ 0. كوزين 0 بكام؟ 1. هنا بيقول لك احسب الدومين بتاع الاف اوف جي. عامة يا عبد الرحمن، الدومين بتاع الكوزين او الساين عبارة عن مين؟ جميع قيم. يبقى لما يكون عندي كوزين او ساين، يبقى الدومين بتاعهم عبارة عن مين؟ جميع القيم، سواء كان في كوزين او ساين، يبقى الدومين عبارة عن الاكس والواي، تنتمي للار سكوير. ار سكوير ديت اللي هي مين؟ للرين نمبر للاكس للار، والرين نمبر للواي اللي هي مين؟ ار. فلما الاكس والواي تبقى موجودين في براكت كده، يبقى ده بينتمي للار سكوير. ار سكوير ده اللي هو بيحتوي على جميع الاوردر كبير، هنا في قيمه وهنا في قيمه، القيمه دي تبع الريال نمبر والقيمه دي تبع الريال نمبر. الريال نمبر يعني جميع القيم اللي موجوده في الكون يعني. فالدومين لما يجي، لما يكون عندي كوزين او ساين وعايز الدومين، تمام، يبقى نكتب جميع الدومين عباره عن مين؟ عباره عن مين؟ جميع القيم. جميع القيم يعني نكتب مين؟ يعني نكتب على اي اكس وواي بلونج للار سبيس. طيب عايز الرينج، الرينج بتاع الكوزين او الساين عباره عن نيجاتيف 1 1، لان الكوزين الاف اوف اكس او الساين الاف اوف اكس، الرينج بتاعهم دايما يكون اكبر من نيجاتيف 1، سوري، القيمه بتاعتهم دايما بتنحصر بين نيجاتيف 1 ومين؟ 1. فاقل قيمه للكوزين او الساين نيجاتيف 1، واكبر قيمه للكوزين او الساين مين؟ 1. فالرينج عباره عن قيم الفانكشن نفسها. فالفانكشن نفسها هي مين؟ كوزين كلها او ساين كلها اللي هي تنحصر ما بين نيجاتيف 1 و1. يبقى الدومين، يبقى الرينج هنا عباره عن مين؟ نيجاتيف 1، الانترفال نيجاتيف 1 و1، ده الرينج. طب نيجي بقى هنا لهذا المثال. بص يا عبد الرحمن، في بس قبل ما اقرا هذا المثال انا محتاج اديك حبه ايه معلومات كده تاخد بالك منها. كنا هنا، تمام. خلي دي الصفحة الثانية، خليها بس ايه، ماشي. بص بقى، لما يكون عندي روت فوق، يكون عندي روت فوق وهنا في اي فانكشن وليكن جي اوف اكس واي، يبقى ساعتها نضع الفانكشن اللي هي تحت الروت اللي هي جي اوف اكس واي اكبر منها او يساوي مين؟ زيرو. ولما يكون عندي هنا اي شيء، هنا اي شيء ما عدا روت، يعني لما يكون عندي روت في تحت المقام، تمام، يبقى هنا نضع ما تحت الروت اكبر من صفر بس. يبقى لو الروت فوق موجود في الباست، يبقى نضع ما تحت الروت اكبر من صفر. طب لو الروت تحت يبقى اكبر ايه؟ من الصفر فقط. طيب لما يكون عندي لين،
الجي اوف اكس واي، يبقى نضع الفانكشن اللي داخل اللينا دي اكبر من الصفر. ولما يكون عندي لين روت، لما يكون عندي لين روت، لين روت جي اوف اكس واي، يبقى نضع ما تحت الروت لما يكون في حاله لين روت، يبقى في حاله لين روت يبقى ما تحت روت اكبر من الصفر. ولما يكون عندي مقام، لما يكون عندي مثلا اي شيء اوفر كيوب اكس واي، يبقى المقام نفسه وضعه لا يساوي زيرو، يبقى المقام نفسه ايه؟ نضع ان هو لا يساوي زيرو. يبقى انا عشان اطلع الدومين، بص كده، يبقى نكتب كده to find the domain. يبقى انت عشان تطلع الدومين لو عندك فيه روت في البسط، حط ما تحت روت اكبر من صفر. لو روت في المقام، يبقى حط ما تحت روت اكبر من الصفر، لان الروت لو كان في البسط فبيكون معرف اذا كان الفانكشن اللي تحتيه اكبر من صفر، والروت لو كان في المقام بيكون معرف اذا كانت الفانكشن اكبر من الصفر. طب لو عندي لين، ضع ما تحت اللين اكبر من صفر، لان اللين بيكون معرفه اذا كان الفانكشن اللي بداخلها اكبر من صفر، لازم تبقى بوزيتيف. طب لو عندي لين روت، يبقى ما تحت روت يكون مين؟ اكبر من الصفر. لو عندي فانكشن في المقام كده، يبقى حطها لا يساوي زيرو. طب تعالى ندخل على الامثله، خدت بالك من الحاجات دي؟ تعالى نسيبهم كده. هنا بيقول لي عايز الدومين، او خلينا في السؤال دوت، خلينا ايه ده نبدا بيه اهو، خلي ده يبقى ايه في الاسفل تحت. هنا بيقول لك find and sketch the domain، يعني عايز تطلع له الدومين وارسم له الدومين. طب نعمل ايه؟ بص كده، انا عندي هنا روت، والروت ده موجود فوق في البسط، يبقى نضع ما تحت الروت اكبر من او يساوي الصفر زي ما قلت لك. يبقى نقول كده ليت اكس سكوير مره واي سكوير اكبر من او يساوي صفر، يؤدي الى ان الاكس سكوير اكبر من او يساوي كام؟ واي سكوير، ودي الواي سكوير الناحيه الثانيه بالبوزيتيف. تمام، هذا معناه، بص بقى، مين الاقل من؟ لما يكون في عندي اكس وواي وبينهم علامه اكبر او اقل، نعمل ايه؟ اللي ناحيه الاقل منه اللي هو الواي ده نخليه ناحيه اليسار، يبقى الواي سكوير. الواي سكوير مالها؟ اقل منها او يساوي الاكس، يبقى اقل منها او يساوي الاكس سكوير. فاهم قصدي؟ يعني هي هي، بس ايه، بس اللي ناحيه الاقل من ده خليته بس ناحيه اليسار. فالواي سكوير هي ناحيه اليمين هنا، لما تيجي ناحيه اليسار، طب ما الواي سكوير هنا اقل من الاكس سكوير، يبقى الواي سكوير برضه اقل من الاكس سكوير. فاهم قصدي؟ يعني مثلا بقول لك اكس اكبر من 2، هي هي لما اقول لك 2 يعني اكس اكبر من 2، لو انا قراتها من يعني نفس تو أصغر اليمين من إكس. يعني 2 اصغر من اكس، هي هي ما تفرق في شيء. انا بس عايز ايه؟ عايز اللي هو ناحيه اقل مني يبقى ناحيه اليسار. في قانون بيقول لك ايه بقى؟ لو كان في عندك، يعني في قانون بيقول لك كده، اقعد تعالى نكتبه. لو انا بقول لك اكس سكوير اقل من اي سكوير او يساوي ايا كان، سواء اقل او يساوي، يبقى نضع الاكس ونضع علامة أقل أكبر من أساوي هنا، وهنا أقل من أساوي هنا، وناخد جذر الإي سكوير. جذر الإي سكوير بمين؟ بإيه؟ يبقى نحط هنا ماينس إيه وهنا بوزيتيف إيه. ده قانون إن أنا ببدأ باللي هو ناحية الأقل من إكس سكوير، يبقى إكس، يبقى ببدأ بمين؟ بناحية الأقل من مين اللي ناحية أقل من إكس سكوير؟ آخد الجذر بتاعها بمين؟ بإكس، ثم أعمل علامة أكبر من أو يساوي، وهنا علامة أقل من أو يساوي، وناخد جذر الاي سكوير بمين؟ بايه؟ حط ناحيه اليسار ماينس ايه، ناحيه اليمين مين؟ ايه. هنا نفس الشيء، واي سكوير خد الجذر بتاعها يديك مين؟ واي. حط هنا اكبر من او يساوي، حط هنا مين؟ اقل من او يساوي، فهتبقى اكبر من او يساوي ماينس اكس، واقل من او يساوي مين؟ اكس. هنا بقى في نقطه سيدي، ليست قنصا،
يعني هنا في الاي دي كانت كونستنت، الاي دي كانت مين؟ كونستنت، يعني دي ايه؟ كونستنت قيمه عادي. تمام؟ فبنحط معنى اي و ايه؟ ده عشان الاي دي ايه؟ كونستنت. فبقول دي مثلا لو ايكوال باكس سكوير، اكس سكوير ايكوال مين؟ بص في نيجاتيف مين؟ ايه؟ سوري الاكس ايكوال مين؟ بص في نيجاتيف ايه؟ يعني هنا اكس سكوير اقل من يساوي الاي سكوير، يبقى الاكس ايكوال مين؟ بص في نيجاتيف ايه؟ فالاي دي كونستنت عادي. انما انت هنا بتتعامل مع تو فاريبل، واي اصلا فاريبل والاكس هنا ايه؟ فاريبل. ففي هذه الحاله لما تلاقي واي سكوير اقل من او يساوي اكس سكوير، على طول تضع ان الواي اكبر من يساوي ماينس ابسولوت الاكس، واقل من يساوي مين؟ ابسولوت الاكس. تمام؟ لان تمام انا المفروض اقول ان هنا ماينس الكونست اللي عندي، وهنا ايه؟ ماينس البوزيتيف، يعني هنا بص مش انا بقول اكس سكوير اقل من يساوي الاي سكوير، فالجذر الاي سكوير بمين؟ بايه؟ ايه ده قيمه بوزيتيف، فبقول هنا اكبر من يساوي ماينس الايه؟ فماينس الايه ده كله قيمه مين؟ كله قيمه نيجاتيف. واقل من يساوي مين؟ الايه؟ ايه ده كله قيمه ايه؟ بوزيتيف، يعني اكبر من او يساوي النيجاتيف، واقل من او يساوي مين؟ البوزيتيف. طب انا لو عملتها كده، لو انا عملتها كده اكبر من يساوي ماينس الاكس واقل من يساوي الاكس، طب ما الاكس دي ممكن الاكس نفسها تكون بتساوي كام؟ نيجاتيف 1. فنيجاتيف 1 ضرب نيجاتيف يديك مين؟ بوزيتيف 1. ما يصير، لان الكولوم بيقول لك ان لازم يبقى طبقا لهذه القاعده، ان لازم يبقى الناحيه الاقل منها للاكس تبقى اكبر منها او يساوي قيمه نيجاتيف، واقل منها او يساوي مين؟ قيمه بوزيتيف. فدلوقتي الايه ده كونستنت، يعني مثلا انا بديك حاجه زي كده، انا عايز افهمها لك، بقول لك مثلا اكس سكوير اقل ما يساوي كام؟ الاربعه. فهتقول اكس اهو اكبر ما يساوي اقل ما يساوي، الجذر الاربعه كام؟ 2. يبقى هنا الماينس 2 هنا مين؟ 2. الماينس 2 ده كله قيمه مين؟ نيجاتيف، و2 ده ايه؟ قيمه ايه؟ بوزيتيف موجبه. فلازم تبقى اكبر ما يساوي قيمه نيجاتيف واقل ما يساوي كام؟ قيمه بوزيتيف. ده القاعده بتقول كده. طب ما انا لو حطيتها كده، طب ما الاكس دي نفسها ممكن تساوي مين؟ قيمه نيجاتيف. يبقى نيجاتيف في نيجاتيف، ما ده نيجاتيف وهنا مين؟ نيجاتيف. نيجاتيف في نيجاتيف يديك مين؟ موجب. ما يصير. فعشان اضمن ان الناتج اللي هنا يطلع نيجاتيف، نعمل ايه؟ نحط هنا ابسوليوت بقى الاكس. ليه؟ لان لو الاكس، لما انا احط ابسوليوت الاكس، يعني لما تبقى كده، لما اقول لك الواي اكبر منها يساوي النيجاتيف ابسوليوت الاكس، واقل منها يساوي ابسوليوت الاكس، يبقى انا اضمن ان الناتج ده كله اديني قيمه موجبه، فموجب الضرب في السالب ادينا مين؟ قيمه سالبه. يعني نفترض اكس سالب 2، يبقى تقول ماينس ابسولوت سالب 2 بيساوي مين؟ ماينس ابسولوت سالب 2 بكام؟ ب 2، ماينس 2. يبقى انا هضمن ان الناتج هذا كله هيدينا مين؟ قيمه سالبه. يبقى انا هضمن ان ابسولوت الاكس هيدينا قيمه موجبه، فالموجب لما نضرب في سالب هيدينا مين؟ قيمه سالبه. يبقى اصبح الناتج هذا كله ادينا مين؟ قيمه سالبه. لان كده بتقول لك ان في حاله لو كان واي سكوير اقل من او يساوي، او خلينا بالاكس، لو اكس سكوير اقل من يساوي قيمه معينه، فتحط الاكس اكبر من يساوي سالب الجذر، واقل من يساوي كام؟ اللي على صور تكون سالبه، واللي على تكون مين؟ موجبه. طب ما دي الاكس دي اصلا فاريبل ليس كونستنت، فالاكس نفسها ممكن تبقى سالبه. فيبقى لو الاكس قيمه سالبه يبقى سالب في سالب يدينا موجبه، يبقى اصبح له اكبر من يساوي قيمه موجبه، هذا ما يصير. طب اضمن من الاكس تطلع موجبه دايما ان انا احط لها ايه؟ ابسولوت. فهمت كده؟ فهنقول كده ان هذا معناه، يبقى القاعده بتقول لك هنا يبقى ايه؟ ان الواي اكبر من او يساوي ماينس ابسولوت الاكس، واقل من او يساوي كام؟ ابسولوت الاكس. تعالى بقى نرسم الكلام ده. انا كده هنقول بقى الدومين، بص بقى هنقول كده ان الدومين عباره عن طريقه كتابته، تكتب الكوس اكس وواي وتعمل شرط، الشرط ده معناه ايه؟ حيث ان، او بشرط، يبقى الشرط دي اسمها ايه؟ بشرط او حيث ان. بعد الشرط تضع الشرط، ايه الشرط اللي انت طلعته ده؟ ان الواي اكبر من او يساوي ماينس اكس ماينس ابسولوت الاكس، واقل من او يساوي مين؟ ابسولوت الاكس. يبقى لما تيجي تطلع الدومين بنعمل ازاي؟ بنكتبه ازاي؟ نكتب كوس ونكتب الكوس اكس وواي، يعني الدومين عباره عن جميع الاقواس اللي فيها قيمتين، قيمه الاكس وقيمه الواي. وبين نحط بقى ايه شرط زي كده، معناها بشرط او حيث ان، حيث ان ايه؟ ان لازم أن يبقى القيم بتاعت الاكس وواي تحقق هذا الشرط. يعني انا مثلا بقول لك الدومين اكس وواي، او حيث ان ان الاكس بلس الواي ايكوال 2، يبقى هذا معناه ايه؟ يبقى هذا معناه ان انا بقول جميع الاقواس اللي بتحتوي على قيمه الاكس وقيمه الواي
بحيث ان قيمه الاكس وقيمه الواي تحقق من هذه المعادله. يبقى انا هاخد كل الاقواس تمام اللي لما اعوض عن قيمه الاكس وقيمه الواي في هذه المعادله تطلع الايكويشن ايكوال مين؟ ايكوال يعني ايه؟ يعني انا مثلا قلت لك القوس 1 و2، هل ده ينتمي للدومين ده؟ طب هو لو بيحقق هذه المعادله اذا ينتمي. اذا طب لو هو مش محقق اذا ايه؟ لا ينتمي. طب عوض كده، عوض على اكس بواحد والواي ب2، يبقى واحد بلس تساوي بلس واي ثلاثة فما ينتمي. ما يصير، ماشي. لازما الكوس ده يحقق هذه المعادله. اذا هذا الكوس ليه ينتمي للدومين؟ طب لو قلت لك الكوس 0 و2، هل ده بينتمي؟ طب تعالى نعوض، 0 بلس 2 هيطلع ايكوال 2، اه يحقق هذه المعادله، اذا بينتمي. اذا لما اجي اقول لك كوس اكس واي معناها ان انا باخد جميع الاقواس التي تحقق هذا الشرط. يبقى كوس اكس، طب لو كتبت لك كده كوس اكس واي وسكت، او قلت لك كوس اكس واي بينتمي لار سكوير، معناها ايه؟ معناها ان انا باخد جميع الاقواس بقى، يعني ما فيش اي ينتمي شرط لأن كل الأرقام. بالظبط. انما لما احط لك شرط معناه ان انا باخد جميع الاقواس التي تحقق هذا الشرط. فهنا ادي الدومين اهو، يبقى انا باخد جميع الاقواس اللي تحقق هذا مين الشرط. طب ده نرسمه ازاي؟ بص كده، رسمة ابسولوت الاكس، يعني انا اعملها كده على جنب. لما اقول لك الواي ايكوال ابسولوت الاكس، دي رسمتها. طب الواي ايكوال نيجاتيف ابسولوت الاكس، دي رسمتها. تمام، يبقى دي رسمه الابسولوت الاكس، دي رسمه مين؟ دي الابسولوت الاكس. طب انا بقى بقول لك ايه هنا بقى، هناخد بص، سيبك من علامه اكبر من اصغر من دي خالص، خد بس ايكوال، يعني تبقى واي ايكوال نيجاتيف ابسولوت الاكس، تعالى نرسمها تبقى كده. يبقى هي لما تيجي ترسم، شيل علامه اكبر من اصغر منها خالص كانها مش موجوده، وارسم الايكويشن نفسها تبقى كده. تمام، دي اللي هي مين؟ دي اللي هي الواي ايكوال اهو، ده الواي ايكوال نيجاتيف ابسولوت الاكس. طب الواي ايكوال ابسولوت الاكس، مش هنا الواي اقل من يساوي ابسولوت الاكس؟ اه، شيل علامه اصغر منها خالص كانها مش موجوده، الواي ايكوال مين؟ ابسولوت الاكس. يبقى ايه؟ يبقى رسمتها اللي ايه بقى؟ اثنين لاين بس فوق زي ما انا كنت راسم كده بس كده، دي رسمتهم بقى. طيب بص بقى، تعالى بقى نرسم. هنا بيقول لك الواي اكبر من او يساوي النيجاتيف ابسولوت الاكس. فين النيجاتيف ابسولوت الاكس؟ اللي هو ايه؟ الخطين اللي تحت دول. انا عايز اكبر، عايز القيم اللي اكبر منهم. يبقى ايه؟ يبقى انا طالع لفوق كده، يبقى اخد المنطقه اللي فوق دي كلها اهو. وهنا بيقول لك الواي اقل من ابسولوت الاكس. فين ابسولوت الاكس؟ اللي هم الخطين اللي فوق دول، عايز القيم الاقل منهم يعني اللي تحتيهم، يبقى القيم دي. اه، ده لاحظ بقى ايه؟ فين المنطقه المشتركه ما بينهم؟ هي المنطقه اللي ما بينهم دي، صح ولا غلط؟ فاهم قصدي؟ لا استاذ عيد، تاني انت جاي في مشكلة من ناحية الرسم؟ لا بس انه ما قطع شوي على انت شرحت هذا. طيب الرسم فيه مشكلة؟ لا ما فيش. طيب بص كده، لما انا مثلا اديك لاين زي كده، ده مثلا لاين الواي ايكوال اكس، اجي اقول لك الواي اكبر من الاكس، نعمل ايه؟ يبقى ناخد المنطقه اللي فوق. طب اقول لك الواي اقل من الاكس، يبقى اخد المنطقه اللي تحت. فهمت قصدي؟ اي فهمت. طيب تعالى بقى نبص هنا، انا دلوقتي رسمت، لما باجي ارسم بشيل علامه اكبر من اصغر منه. هنا مثلا الواي اكبر من سواء ماينس ابسولوت الاكس، يبقى انا شلت علامه اكبر من، اصبحت الواي ايكوال مين؟ ماينس ابسولوت الاكس. رسمتها اللي هم الخطين اللي تحت اللي هم الحمر دول اهو. طب هنا قال لك ايه بقى؟ تعالى بقى ناحيه اليمين، بيقول لك الواي اقل من سواء ابسولوت الاكس، فهنشيل علامه اصغر من، تبقى الواي ايكوال مين؟ ابسولوت الاكس بالنسبه للخطين اللي فوق. طب تعالى بقى نحدد المنطقه،
هنا بيقول لك الواي اكبر من ماينس ابسولوت الاكس. فين فين ابسولوت الاكس؟ فين ماينس ابسولوت الاكس اللي هو الخطين الحمر دول؟ انا عايز المنطقه الاكبر منهم، او الكام، او كام الواي، يعني بقول لك الكام الواي الاكبر من الخطين دول هي فين؟ الكام دي، يبقى اخد المنطقه اللي فوق. في مشكله؟ طيب لو هفضل ماشي كده لما لا نهايه؟ لا، قال لك انت هتاخد الكام الاكبر من ماينس ابسولوت الاكس والكام الاصغر من ابسولوت الاكس، يبقى ناخد المنطقه المشتركه اللي ما بينهم. طب فين الكام الاصغر من ابسولوت الاكس؟ ابسولوت الاكس اللي هم الخطين السمر دول، فين الكام الاصغر منهم؟ المنطقه اللي تحت. اه طب هفضل نازل كده لما لا نهايه؟ لا، ده انا هقع فين بقى؟ هقع في المنطقه اللي ما بين الخطين دول، يبقى ايه المنطقه دي؟ فهمت قصدي؟ اي فهمت. يبقى ناخد المنطقه اللي ما بينهم. ليه؟ لان القيم الاكبر من ماينس ابسولوت الاكس دي مكمله كده لما لا نهايه، والقيم الاصغر من ابسولوت الاكس دي مكمله كده الى نيجاتيف ما لا نهايه. طب انا مش ماشي لفوق قوي ولا لتحت قوي، ده انا واخد ده الواي بيقول لي ما بين ماينس ابسولوت الاكس وما بين ابسولوت الاكس، يبقى اخد المنطقه اللي بينهم مش اكتر. تعالى بقى هنا، عايزين الدومين. انا عندي هنا مين؟ روت، روت فوق. قلت لك لما يجي لك روت حط ما تحت الروت اكبر من او يساوي صفر. طب انا عندي هنا كل روت، يبقى اول روت 1 ماينس اكس سكوير حطه اكبر من او يساوي صفر، 1 ماينس واي سكوير حطه ايه؟ اكبر من او يساوي صفر. وتعالى نحلهم. يبقى بص بقى، ودي او خليها كده ماينس اكس سكوير ودي الواحد ده الناحيه الثانيه، يبقى اكبر من يساوي كام؟ نيجاتيف 1. لما نضرب في سالب او نقسم على سالب او نطير سالب مع سالب يبقى نعكس العلامه، يبقى اكس سكوير اقل من يساوي كام؟ الواحد. فاهم دي؟ لما نقسم على سالب العلامة تنعكس، اه تعكس العلامه على طول، أو إذا شو اسمه ضربنا برضه تعكس برق. العلامه، قسمت على أوكي سالب او ضربت في سالب في الايكواليتي تعكس العلامه. أوكي فهنا طبعا السالب ده هطيره او يبقى عكس العلامه. المهم، طب اكس سكوير اقل ما يساوي الواحد، فاكر انا قلت لك ايه؟ قلت لك يبقى لما يكون اكس سكوير اقل ما يساوي قيمه يبقى نحط الاكس، يبقى جذر اكس سكوير بمين؟ باكس. نحط علامه اكبر من وعلامه اصغر من، وناخد جذر الواحد. جذر واحد بمين؟ واحد. جذر واحد. واحد بمين؟ واحد. يبقى نحط هنا ماينس واحد وهنا واحد، يبقى نحط هنا ماينس جذر الرقم وهنا ايه؟ بص في جذر الرقم. طب هنا نفس الشيء برضه، ودي بقى الواحد الناحيه الثانيه، يبقى ماينس واي سكوير اكبر من يساوي كام؟ ماينس 1. يبقى الواي سكوير اكبر من او يساوي ولا اصغر من او يساوي؟ أصغر منه يساوي. برافو عليك، الواي. يبقى هذا يؤدي الى ان ادي الواي اهي، جذر الواي سكوير بواي، هنا اكبر من يساوي وهنا اصغر من او يساوي. وناخد بقى جذر الرقم اللي عندنا، جذر واحد بمين؟ بواحد. واحد يبقى هنا ماينس واحد وهنا ايه؟ واحد. طب نقول له بقى الدومين عباره عن ايه بقى؟ بص بقى، نقول له كده ان الدومين عباره عن الاقواس اكس وواي، حيث ان انا عندي هنا شرطين، نضع الشرطين، الاكس اكبر من او يساوي ماينس واحد واقل من او يساوي الواحد، والواي اكبر من او يساوي ماينس واحد واقل من او يساوي كام؟ الواحد. تعالى بقى نرسم بقى ايه الدومين، نرسمه ازاي؟ لما تيجي ترسم الدومين بتشيل علامه اكبر منه واصغر منه خالص، وبترسم المعادلات نفسها. بص بقى، لما اجي اقول لك عايز ارسم اكس ايكوال 2، يبقى اجي عند الاثنين واعمل خط عمودي. طب لما اقول لك عايز ارسم واي ايكوال 1، يبقى اجي عند الواحد واعمل خط افقي. يبقى لو هرسم اكس ايكوال قيمه معينه بقى عند هذه القيمه على الاكس واعمل خط عمودي. طب لو هرسم واي ايكوال قيمه معينه اجي عند هذه القيمه واعمل خط مين؟ افقي. طب تعالى هنا، هنا مالكش دعوه باكبر منه واصغر منه خالص، لما تيجي ترسم مالكش دعوه بالعلامات خالص. هنا اكس اكبر منه او يساوي سالب 1، شيل علامه اكبر مني دي، تبقى اكس ايكوال مين؟ سالب 1. يبقى تيجي عند السالب 1 وتعمل خط عمودي اهو، اجي عند السالب 1 واعمل خط عمودي كده. ده سالب 1، وهنا اكس ونكتب كده ده اكس ايكوال سالب 1، نكتب كده عليه. طب اكس هنا اقل من او يساوي 1، شيل علامه اصغر مني خالص، يبقى اكس بيساوي كام؟ الواحد. يبقى اجي عند الواحد اهو واعمل خط عمودي برضه. دي رسمه اكس بتساوي كام معانا اهو. تعال نكبر الواي شويه. تمام،
يبقى ده الاكس بيساوي كام؟ واحد. نيجي هنا بقى، قال لك الواي اكبر منها او يساوي سالب واحد، شيل علامة اكبر من دي خالص، يبقى الواي بيساوي كام؟ سالب واحد. يبقى نيجي عند السالب واحد ونعمل خط مين؟ افق. ما انا قلت لك واي ايكوال قيمة بتيجي عندها وتعمل خط افق، ادي سالب واحد تحت اهو ونعمل خط افق، ده الواي ايكوال سالب واحد. طب هنا الواي اقل من او يساوي واحد، شيل علامة اصغر من، يبقى الواي بيساوي كام؟ واحد. يبقى اجي عند الواحد واعمل خط مين؟ افق برضه اهو، هنعمل خط افق عند الواحد اهو، تمام بس كده، ونقول له كده ده الواي بيساوي واحد. بعد كده بقى تعالى بقى نرسم منطقة. دلوقتي لما يكون عندك، انا دلوقتي عايز المنطقة اللي ما بين اكس اكبر من او يساوي سالب واحد واقل من او يساوي واحد، فين الاكس عامة؟ بص كده، ادي الاكس ايكوال سالب واحد اللي هو الخط ايه، تعالى نرسمه بالاحمر عشان نميز اهو، الخط الحط الخطين الحمر دولت اللي هم مين؟ الاكس كام؟ الاكس يعني رسمة الاكس. دي موجب دي سواء، والخطين الزر رسمة مين؟ رسمة الواي. دي واحد ثواني، لا الواي يكون واحد فوق هنا، انا رسم او لو ادي الواي يكون واحد اهو، ادي الخطين الزرق اهو بتاعت الواي، ادي الواي يكون واحد وادي الواي يكون سالب واحد. الاكس بالاكس بالواي، يبقى ادي بص الخطين الحمر اللي هو رسمه الاكس، ادي الاكس يكون نيجاتيف 1، جينا عند نيجاتيف 1 وعملنا خط عمودي، وجينا عند ال1 وعملنا خط عمودي. رسمه بقى الواي ايكوال نيجاتيف 1 1 اللي هم الخطين الزرق، جينا عند نيجاتيف 1 على الواي وعملنا خط افقي، وجينا عند ال1 على الواي وعملنا ايه؟ سوري، جينا عند ال1 على الواي، الواي ايكوال 1، جينا عند ال1 على الواي وعملنا خط افقي، وبعدين جينا عند نيجاتيف 1 على الواي وعملنا مين؟ خط افقي. في مشكله كده؟ طيب هنا بقى بيقول لك ايه؟ بص بقى بيقول لك اكس اللي هو بي بلس، بيقول لك اكس اكبر من او يساوي سالب واحد واقل من او يساوي واحد. بص كده، فين سالب واحد؟ اللاين الاحمر ده اللي هو اكس ايكوال سالب واحد اللي هو اللاين العمود الاحمر ده، انا عايز الاكبر منه، يبقى همشي ناحيه اليمين كده. تمام، فين بقى الاكس؟ الاكس اقل من يساوي واحد، فين الواي؟ اكس ايكوال 1 اللي هو اللون الاحمر ناحيه اليمين، يبقى همشي ناحيه مين؟ انا بقول لك اقل منه، يبقى همشي ناحيه اليسار. يبقى انا هاخد المنطقه مين؟ هاخد المنطقه اللي ما بينهم ديت. طيب بص بركز معايا، هنا الواي اكبر من او يساوي سالب واحد، الواي اكبر من مين؟ من او يساوي سالب واحد، فين الواي ايكوال سالب واحد اللي هو اللون الازرق اللي تحت ده؟ انا بقى عايز الاكبر منه، يبقى امشي ناحيه مين؟ ناحيه فوق. طب وهنا بقول لك الواي اقل من او يساوي واحد، فين الواي يكبر واحد اللي هو اللاين الازرق تحت ده اللي فوق ده؟ سوري، تمام، انا عايز الاقل منه، بمشي ايه؟ تحت. فين بقى المنطقه المشتركه اللي ما بين الاكس وما بين الواي؟ هو المربع الصغير ده، شايفه؟ يبقى انا عايز المنطقه المشتركه اللي ما بين اكس اكبر من او سالب او يساوي سالب واحد واقل من او يساوي واحد، والواي اكبر من او يساوي سالب واحد واقل من او يساوي كام؟ الواحد. مين بقى؟ اللي هو المربع اللي بيقع ما بينهم ده، اللي هي منطقه التقاطع ما بين الاربع خطوط. يعني انا هنا عندي مين؟ انا عندي هنا اربع خطوط، فين منطقه التقاطع اللي ما بينهم؟ تقدر تقول لي فين؟ منطقة التقاطع اللي ما بينهم ال اللي هي المربع اي مربع الصغير بالظبط. يبقى تاني، يبقى انا لما يكون عندي كده شرط بجيب منطقة التقاطع ما بينهم، انا عندي الاكس ايكوال سالب واحد واحد اللي هم الخطين الحمر اللي فوق، اللي هو الخط ناحية اليمين والخط ناحية اليسار.
والواي ايكوال واحد سالب واحد اللي هو الخط اللي هو الخطين الزرق دول. فين منطقه التقاطع ما بين الخطين الحمر والزرق؟ هو المربع الصغير ده اللي انا مظلله ده. دي بقى ايه؟ دي منطقه الدومين. يبقى لما يكون عندي كذا شرط فانا باخد المنطقه ايه؟ منطقه التقاطع بتاعتي هي المنطقه المشتركه ما بين ايه؟ ما بين الشرطين اللي عندي. واضح الكلام؟ واضح. طب بص كده، هنا بيقول لك ال f of x y equal arc sine x square plus y square minus 2. بص arc sine دي يعني sine inverse، يقصد بقى مين؟ sine inverse، يعني f x y equal sine inverse x square plus y square minus 2. arc sine يقصد بقى مين؟ sine inverse. طب ازاي اطلع دومين sine inverse؟ في قانون عندك بيقول لك ايه؟ بيقول لك لو ال y equal sine inverse الاكس، هذا معناه ثواني، لو عندي الاف ايكوال ساين انفرس الواي، هذا معناه ان الواي ده بيساوي مين؟ ساين الاف. تشقلب يعني، انت عندك الاف ايكوال ساين انفرس الواي، يبقى تاخد اللي بداخل الساين انفرس ده مين؟ الواي ايكوال ساين اللي هو ناحيه اليسار اللي هو الاف. فهنا هنعملها ازاي؟ بص يبقى الساين نفسها ساين مين بقى؟ بص كده يبقى اكتب ساين، والاف اللي هي ناحيه اليسار ديت هدخلها هو ساين اهو، يبقى ساين الاف وفي الاكس واي ايكوال مين؟ ايكوال اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس. يبقى تاني انا عندي الاف بيساوي ساين انفرس اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس، انا عايز دومين. يعني ايه دومين؟ يعني عايز كام اكس واي اللي ينفع اعوض بيها. تمام، يبقى انا عايز كام اكس واي العوض بقى فين؟ هنا. طيب يبقى انا عايز اجيب الناتج ده اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2. يعني عايز اجيب ايه؟ يعني عايز اجيب النواتج، او بمعنى اصح انا عايز اجيب قيمه النواتج المحتمله للاكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2. فانا دلوقتي انا عندي ساين انفت اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2، القانون بتاعها بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي جوه اللي بداخل الساين انفرس اللي هو اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2 اللي هو هذا ماله؟ ايكوال ساين الطرف اليسار. حلو، طب مش قيمه الساين بتنحصر ما بين سالب واحد وواحد؟ اذا هذا معناه يبقى قيمه الساين كلها لساين الاف اوف اكس واي مالها؟ بتنحصر ما بين سالب واحد وواحد. تمام، اذا هذا معناه مش انت عندك بقى الساين بيساوي اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2؟ يبقى اذا معناه ان اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2 تنحصر ما بين مين؟ سالب واحد وواحد. دي مشكله؟ لا يبقى في قانون بيقول لك ايه؟ او مش قانون، يعني بيقول لك ده حقيقه يعني، ان الساين قيمها كلها بتنحسب ما بين سالب واحد وواحد، يعني اقل قيمه ليها سالب واحد اكبر قيمه ليها ايه؟ واحد. انا عندي الاف بتساوي ساين انفرس الاكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2، فهنرجعها لاصلها. يعني ايه نرجعها لاصلها؟ يعني نضع ما داخل الساين اللي هو هذا ايكوال ساين الطرف اليسار اللي هو ساين اف. طب ما ساين اف تنحسب من سالب واحد واحد، واصلا ساين اف بيساوي مين؟ اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2. اذا اكس سكوير بلس واي سكوير ماينس 2 يعني حسب من السالب واحد واحد. طب بص بقى، هنا بقى هنقسمها لحاجتين، او مش حاجتين، هنا هنودي الماينس 2 الطرف الاخر بشاره مخالفه، وتروح الطرف الاخر بشاره مخالفه. يبقى اكس سكوير بلس واي سكوير اكبر من او يساوي 2 ماينس 1، واقل من او يساوي 2 بلس 1. يبقى اكس سكوير بلس واي سكوير اكبر من او يساوي 1، واقل من او يساوي مين؟ 3. يبقى نقول له كده الدومين بتاعي عباره عن جميع الاقواس اكس وواي، حيث ان او بشرط ان لازما الاقواس دي تحقق هذه الانكواليتي، هذه المتباينه، ان اكس سكوير بلس واي سكوير اكبر من او يساوي واحد واقل من او يساوي كام؟ الثلاثه. طب تعالى نرسم الكلام ده. طبعا انت عارف يعني لو انا هرسم اكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال اي سكوير
يبقى دي سيركل، يبقى دي دايره. الريدس بتاعها عباره عن مين؟ جذر الاي سكوير اللي هو بيساوي كام ايه؟ يبقى الاكس سكوير بلس واي سكوير ايكوال اي سكوير، دي رسم الدائره. نصف القطر بتاعها عباره عن مين؟ جذر الرقم اللي موجود في الطرف اليمين اللي هو مين؟ جذر اي سكوير بي. فلما تيجي ترسم الاول بس نحط الاحداثيات اهو. بص بقى لما تيجي ترسم قلت لك ايه؟ شيل علامه اكبر منه اصغر منه خالص. هنا عندك اكس سكوير بلس واي سكوير اكبر منه يساوي الواحد، شيل علامه اكبر من، يبقى اكس سكوير بلس واي سكوير بيساوي كام؟ الواحد. طب دي دائره نصف قطرها مين؟ واحد. يبقى نرسم دائره نصف قطرها واحد، ادي دائره اهو نصف قطرها كام؟ واحد. هنا واحد، هنا فوق واحد، تحت مين؟ نيجاتيف 1. تمام، يبقى ونقول له كده دي اكس سكوير بلس واي سكوير بيساوي واحد. طب هنا اكس سكوير بلس واي سكوير اقل منها يساوي 3، او شيل علامه اصغر منها خالص، يبقى بلس واي سكوير اقل منها يساوي 3، يعني بيساوي 3. طب ما دي معادله دائره نصف قطرها مين؟ جذر 3. طب جذر الثلاثه ده اكبر من واحد ولا اقل من واحد؟ طلع لي كده قيمه اكبر من واحد، يبقى فوق كده بقى، ادي قيمه جذر 3. يبقى نرسم دائره بتمر بجذر 3 اهو، يعني نصف قطرها جذر 3 اهو. بص يعني السنتر بتاعها نقطه الاصل اللي هو الاوريجن بوينت، وبتمر فوق من مين؟ بجذر 3. ايوه بالظبط كده، ادي قيمه جذر 3 تحت سالب جذر 3. كده احنا رسمنا مين؟ الدائرتين. هو بقى بيقول لك ايه؟ هو عايز المنطقه اللي ما بين الدائرتين، اللي ما بين الواحد روت وايه؟ والثلاثه. يبقى عايز المنطقه اللي ما بين الدائره اللي نصف قطرها واحد والدائره نصف قطرها مين؟ روت 3. يعني عايز المنطقه الحمراء دي اللي ما بينهم، فهمت قصدي؟ أي بس كده احنا كده ايه، رسمنا الدومين. وبعدين بقى تقول له بقى، تقول له كده الدائره اللي فوق ديت اللي هي اكس سكوير بلس واي سكوير اقل منها او يساوي 3، سوري اللي بيساوي 3 تبقى بقى ايه؟ ايكوال عادي، بيكون اقل من الكلام ده. والدائره اللي في الداخل ديت اكس سكوير بلس واي سكوير اللي بيساوي كام؟ واحد.